السلام عليكم طلاب. المحاضرة الثالثة، تمام، هي تقريبا سلايد 12. المجاميع الدافعة، المجاميع الساحبة، بنصير على البوزيشن نمبر 2 بالنسبة، البوزيشن نمبر 2 والبوزيشن نمبر 3 بالنسبة لمن؟ بالنسبة للشوران، البايرول والثايوفين. احنا قلنا اذا كان عندي تفرع بالبوزيشن نمبر 2 بالنسبة للفايف ميمبر رينج، تمام، راح يوجه التفاعل باتجاه موقع 2، موقع 3، موقع 5، واذا كان سواحب باتجاه موقع 4 و5. فصار يعني صار كم تعديل على هاي الملاحظه. شوف الملاحظه شو تقول عندي. اذا كان عندي حلقه خماسيه، تمام، وهذه الحلقه الخماسيه بيها تفرع بموقع، يا موقع بموقع رقم 2، يعني هنا صاير انه عندي تفرع بموقع رقم 2، تمام. زين، اشوف هذا التفرع اذا كان هو ساحب او دافع، منزلها على قناه التليجرام الدوافع والسواحب، تمام. اذا كان عندي دوافع او ساحب، تمام. اذا كان دافع وفيوران، اذا كان دافع وفيوران فراح يوجه التفاعل باتجاه موقع 5، اذا فيوران باتجاه موقع 5. اذا ثايوفين وبايرول، يعني هنا راح يصير هنا موعد التفرع، فهنا راح يصير الالكتروفيلك اللي راح اضيفه انا، سواء نترنه سلفنه، فراح يصير عندنا موقع رقم 5، تمام. واذا كان ثايوفين وبايرول راح يصير موقع 3، راح يصير هنا، تمام، راح يصير هنا اذا كان بايرول هنا، واذا كان يعني التفرع هنا، يعني راح يصير التفرع المجاميع الدافعه هنا يصير موقع رقم 2، تمام. انا وين الالكتروفيلك وين يصير عندي؟ يصير عندي هنا موقع رقم 3 اذا كان بايرول وثايوفين، تمام. هذا اذا شنو؟ هذا دوافع. اذا سواحب، اذا سواحب نفس الحاله، هم الفيوران موقع رقم 5 حاله حال دوافع، بس لكن ب الثايوفين والبايرول هناك 3، لا هنا شنو؟ موقع رقم 4. الاضافه عن تفاعل الكتروفيلك مو التفرع، يعني هسه هنا مثل هذا المثال شفناه، يعني هو انطاني مجموعه الار بموقع رقم 2، تمام. فبحالة الثايوفين، بحالة الثايوفين المفروض انا من اعوضها؟ اعوضها بالبوزيشن نمبر 3 بس، تمام. لكن بحالة الفيوران بالبوزيشن نمبر 5، تمام، وبحالة البايرول بالبوزيشن نمبر 3، تمام. هذه الملاحظة كاتب الدفتر مشوا عليها، انه اذا كان عندي هم اصور وانزلها، اذا كان عندي حلقه خماسيه بها تفرع وبموقع رقم 2 اشوف هذا التفرع اذا كان دافع او ساحب. اذا دافع فالفيوران يوجه تفاعل باتجاه موقع 5، واذا كان ثايوفين وبايرول فيوجه تفاعل باتجاه موقع 3، تمام. اذا سواحب قلنا الفيوران نفس هم يوجه تفاعل باتجاه موقع 5، لكن اذا كان ثايوفين وبايرول راح يوجه التفاعل باتجاه موقع 4، تمام. ها شنو؟ ها اذا كان عندي التفرع بالبوزيشن نمبر 2، يعني هنا يكون عندي التفرع، يعني بالسؤال هنا حيكون التفرع، هنا راح يكون التفرع بالبوزيشن نمبر 2. زين اذا كان عندي التفرع لا بالبوزيشن نمبر 3، يعني هنا يصير هنا التفرع، تمام. اذا كان عندي حلقه خماسيه، يعني اقصد بها الفيوران البايرول الثايوفين وبها تفرع بالبوزيشن نمبر 3، راح اشوف هذا التفرع اذا كان دافع او ساحب. بالله نجي السواحب، اذا كان ساحب راح يوجه تفاعل باتجاه موقع 5 من تين من عنده، سواء كان ثايوفين بايرول فيوران، فيوجه تفاعل وين؟ يوجه تفاعل باتجاه موقع رقم 5. زين اذا كان عندي لا دوافع، هنا هذا ملاحظه شو تقول؟ ان هذا المثال، تمام. إذا كان مجموعة مثل، يعني السي تكون 3 أو أقل من 3، السي تكون 3، يعني 3 يعني شو تكون؟ تكون أقل أو يساوي 3، إذا كانت السي أقل أو يساوي 3، فشنو هنا؟ مو توجه التفاعل، توجه التفاعل باتجاه موقع 2. وإذا كانت لا السي أكبر من 3 مثلا 4 5، فراح توجه التفاعل باتجاه موقع 5، تمام؟ إذن هسه أنا عندي شنو؟ عندي ملاحظة.
شو تقول هذه الملاحظة؟ تقول إذا كان عندي حلقة خماسية بها تفرع موقع رقم 2 أشوف هذا التفرع، هنا عندي تفرع أشوف هذا التفرع، إذا كان دافع فالإلكتروفيليك وين يوجه؟ يوجه بموقع رقم 5 إذا كان فيوران، وموقع رقم 3 إذا كان ثايوفين وبايرول. تمام؟ زين، هاي إذا دوافع. إذا سواحب باتجاه موقع 5 إذا كان فيوران، وباتجاه باتجاه موقع 4 إذا كان ثايوفين وبايرول. زين، إذا كان عندي حلقة خماسية بها تفرع بموقع رقم 3 أشوف هذا التفرع إذا كان دافع أو ساحب. إذا كان دافع أبعد السي، السي إذا كانت أقل أو يساوي 3 فتوجه التفاعل باتجاه موقع رقم 2، وإذا كانت لا السي أكبر من 3 فتوجه التفاعل باتجاه موقع رقم 5. هنا حسب الكيمياء الفراغية، لأن ما يصير تمام باعتبار السي أكبر فما يصير تخليها بموقع رقم 2، فلازم تعطيها موقع أكبر. زين، هنا أنا إذا سواحب فالبايرو طبعا هذا ينطبق عليهم، إذن ينطبق على البايرول والفيوران والثايوفين. هنا هم يعني البايرول والثايوفين والفيوران توجه التفاعل باتجاه موقع 5.